يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان آخر يوما من رمضان نظر الله إلى عباده الصائمون، ومن نظر الله إليه فلا يعذبه أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت الأم نودي على أبنائها من قبل السماء: ماتت التي كنا نكرمكم من أجلها، فهيا اعملوا عملا نكرمكم من أجله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، دعوني أسعد بحضراتكم في هذه الليلة القرآنية المباركة التي أقامتها الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة لروح الأم الطيبة الطاهرة الصابرة التي لقيت ربها وهي صائمة، والتي عاشت في معية القرآن الكريم حتى ذهب الجسد إلى أصله وهو التراب. صدفنا لحضراتكم علم من أعلام تلاوة القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي، صاحب الجامعة الغانمة بالمقامات والروايات، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي، والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ العالم الدكتور محمود محمد صابر. أدعو فضيلته لاعتلاء منصة التلاوة، داعين الله له بالتوفيق. ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل صاحب الفضيلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يدبر الأمر يفصل الآيات يدبر الأمر
وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان
ونفضل بعضها على بعض في الحكم إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي الأرض قطع متجاورة وجنات من أعناب وزرع ونخيل
ويستعجل
اغفر لك عشان كما غفر الذنوب يا ربنا. ايوه يا سيدنا كده غفر الذنوب يا ربنا. يا سلام يا حنان يا كريم يا رب. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما إنما أنت منذر ولكل قوم ولكل قوم هاد.
وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الله يعلم كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد الله يعلم ما كل شيء عنده بمقدر. Yeah.
الله يعلم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد. الله يعلم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد. وكل شيء إن عنده بمقدار. عليم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الله دونه من واد.
وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده ولله يسجد من في السماوات
طرحا وكرها بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم فأصبحت مسكا يفوح بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان، يا رب أكرم من يعيش حيا في خدمة القرآن لا يتوانى، وارحم يا رب به من اجتمعنا في تكريمها الآن. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عزف وغرد على أوتار القلوب ذلكم العلم القرآني الإذاعي الشهير قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ العلم الدكتور محمود محمد صابر. نقلناها لحضراتكم داخل استرادك المقام والفراشة الذهبية الحديثة فراشة الحسيني التي زينت وجملت تحت إدارة المعلم يحيى محمد جمال بميت القرشي، محطات الديزل والإنارة الحديثة الحاج السعيد شحاتة، إدارة المعلم حمادة السعيد شحاتة بميت القرشي. نقلناها لحضراتكم على أحدث مكبرات صوت تحت إدارة باشمهندس السيد صالح المقيم ببرمطوش مركز السنبلاوين، خدمة الفندقية الممتازة المتنقلة عبر محافظات جمهورية مصر العربية للمتر أحمد الشعار بميت القرشي. تنقل هذه الليلة القرآنية المباركة على موقع العبقري باشمهندس أحمد الجعبري. نقلنا لحضراتكم تكريما لروح الأم الطيبة الطاهرة الصابرة التي تبعث يوم القيامة من باب الريان حرم الحاج المرحوم محمد شفيق محمد عيسى، شاركة منا للأسرة الكريمة ونيابة عن الأستاذ صلاح محمد شفيق محمد عيسى. تقدم لحضراتكم جميعا بخالص الشكر والتقدير. الله أسأل كل ما يتلى في هذه الليلة القرآنية المباركة يتقاطر عليها بردا وسلاما، وأن تكون إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة.